أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء في درس جديد من دروسي مادتي اللغة العربية. مستعدون؟ هيا بنا. انظر إلى الصورة، ماذا تشاهد؟ إنه طائر يسمى طاووس. أحسنت. ما عنوان درسنا لليوم؟ عنوان درسنا لليوم هو الريش الجميل. هيا بنا نتعرف على درس اليوم. مستعدون؟ هيا بنا. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة وسليمة. الهدف الثاني أن يحدد الطالب الفكرة العامة للنص تحديدا صحيحا. الهدف الثالث أن يفسر الطالب معاني بعض الكلمات في النص. هيا بنا يا أصدقائي. هيا بنا لنقرأ. مستعدون؟ الريش الجميل. في يوم من الأيام وقف الطاووس أمام المرآة وراح ينظر بإعجاب شديد إلى ريشه الملون الجميل، ثم صاح مزهوا: أنا أجمل مخلوق في الدنيا، وعلى جميع الطيور أن تقدم لي ما أحتاج من طعام. انتظر الطاووس أن تسارع الطيور إلى تلبية رغبته، غير أنها لم تأبى له، فبدا عليه الغضب وتقدم من البطة وقال: هيا تقدمي إلي بطعامك فأنا ملك الطيور. قالت البطة: لماذا لا تبحث عن الطعام بنفسك؟ شاهد الطاووس نملة تحاول حمل حبة قمح، فقال لها: إذا أعطيتيني حبة القمح فسأمنحك ريشة جميلة. قالت النملة: النمل يفضل القمح على الريش الجميل، أما الثعلب فهو يهوى الريش الجميلة. هيا لنكمل القصة. صار الطاووس حتى بلغ بيت الثعلب، وكان الجوع قد استبد به، فقال له الثعلب: أعطني قليلا من القمح أمنحك ريشي كله. وافق الثعلب وأعطى الطاووس قليلا من القمح، ثم نتف ريش الطاووس كله. هيا بنا لنكمل. وعندما تخلى الطاووس عن ريشه بدا منظره قبيحا جدا، صار يرتجف من البرد، فقال له الثعلب: سوف يميتك البرد، إن معدتي دافئة جدا، أرحب بك لتقيم فيها. عندما سمع الطاووس كلام الثعلب استولى عليه خوف شديد، وأدرك الورطة التي أوقع نفسه فيها، فبادر إلى الهرب. الآن القراءة الصامتة. أقرأ القصة قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية: بما أعجب الطاووس؟ أحسنتم، أعجب الطاووس بريشه الملون الجميل. السؤال الثاني: ما موقف النملة من طلب الطاووس؟ لا، لم توافق النملة على طلب الطاووس، لم توافق أن تعطيه القمح، صحيح؟ من الذي أعطى الطاووس القمح؟ أعطى الطاووس القمح هو الثعلب. أحسنتم. انظروا إلى الصورتين. صورة طاووس جميل، صحيح؟ وكان هذا في أول القصة. وفي النهاية كان طاووس منظره
سيء. ماذا حدث؟ أحسنتم، أنه التكبر والكسل. عندما نزع ونتف الثعلب ريش الطاووس، لأنه إذا ذهب بنفسه ليحضر طعامه ولم يتكبر على باقي المخلوقات، كان سوف يحتفظ بريشه الجميل، صحيح؟ نحن يجب علينا أن نتواضع ونعمل بجد واجتهاد. يجب علينا أن نعمل بجد واجتهاد. يجب علينا أن نكون متواضعين مع الناس، وأيضا ماذا؟ نذاكر ونعمل بجد واجتهاد ونعمل الأشياء صحيحة، صح؟ هيا بنا يا أصدقائي مع معاني الكلمات. أول معنى لدينا هنا مزهوا، معجبا بنفسه متكبرا، كان متكبر على الحيوانات وباقي المخلوقات، صحيح؟ إنه كان مزهوا معجب بنفسه. هنا بدأ ظهر، بدأ ظهر، هيا بنا لنكمل. هنا استبد به، أي انفرد به، غلبه. ها لنرى، نتف ريشه، أي نزع ريشه. هيا يا أصدقائي لنكمل. الورطة الأمر الصعب، الورطة الأمر الصعب. تلبية يعني استجابة، تلبية الرغبات يعني استجابة الرغبات. لنرى هنا، تأبه له، تهتم به، أي أن الحيوانات لم تهتم به. لنرى هنا، استولى سيطر، استولى سيطر، استولى سيطر. هيا بنا لنلعب لعبة البازل، مستعدون؟ هيا يا أصدقائي. مضاف كثيرا، قليلا، كثيرا، قليلا. معنى بدأ، ظهر، أحسنتم. معنى استولى، سيطر، أحسنتم. الجوع، مضاد كلمة الشبع، صحيح. شكرا لحضوركم. الواجب صفحة 132. مع السلامة، إلى اللقاء.